شهد اختتام الايام الوطنيه لمسرح الطفل لولايه ولد جلال حضور عدد كبير الاطفال، وهذا مما يحفز جمعيه الشرق فنون المسرحيه بتنظيم طبعات اخرى. وكان في العرض في الاختتام كانت جمعيه الريشه الثقافيه لولايه غليزان اللي شرفتنا بعرض رائع جدا وتفاعلوا مع الاطفال اللي هو عنوانه المحاره. فاتت بامتياز، شفنا العائلات، شفنا الاطفال، الحضور كان كبير. نعاود نجدد شكري للناس الساهرين القايمين على هذه الايام، الطبعه الاولى، نتمناها ثانيه وثالثه ورابعه، ويحيى المسرح.